بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من رواد العمل الأهل التنموي ولفيف من الفنانين، نظمت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة القرى الأكثر فقراً. سعيدة الحاجتين، سعيدة لثقة المصريين في الخارج في مؤسسة راعي مصر، ولأن هم شافوا إن هي عملت يعني وعدت وأوفت، وكان فيها اوريدي مجموعه من النجاحات والانجازات من وراها. وسعيده كمان بان دايما مؤسسه راعي مصر لما بتفكر يعني اجيب مين من الداعمين من المجتمع المصري بتفكر في المصريين في الخارج، فهذه العلاقه الوطيده تؤكد على الدور الهام للمصريين في الخارج، واهميه هذا الدور اللي بتكمن فيه ان هم حاسين بمسؤوليتهم عن البلد. العيادات الطبيه النهارده 11 عياده طبيه بنفتتحها جديد، بتنضم ل 17 قبل كده، وصلنا ل 28 موجودين في 20 محافظة في 2250 قرية على مستوى عموم الجمهورية في 20 محافظة، وإن شاء الله يعني السنة الجاية نبقى قدرنا نوصل لل 27 محافظة إن شاء الله. العربية الواحدة بتعمل حوالي 80,000 كشف في السنة. العربية الواحدة عليها فريقين طبيين بيتبادلوا القوافل الطبية يوميا يعني. وتنضم هذه العيادات إلى 17 عيادة لمؤسسة راعي مصر بالمحافظات المختلفة، ليبلغ مجموع عدد العيادات 28 عيادة لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والدواء مجانا بمحافظات الجمهورية، ويساهم في تمويلها عدد كبير من المصريين في الخارج. الموبايل كلينكس دي طبعا المستشار أمير رمزي هنا في مصر في تحت راعي مصر كانت طبعا حلمه فكرته إن احنا نعمل 100 عربية موبايل كلينكس، إن هي تخدم الفقير والناس اللي أصلا تحت خط الفقر، اللي هم أصلا معهمش فلوس إن هم يركبوا مواصلات ويوصلوا المستشفى أو عيادة أو أي حاجة، فإحنا قلنا نروح لهم. النهاردة مؤسسة راعي مصر يعني خصصت مجهود كبير جدا إنها تعمل الموبايل كلينك اللي هي العيادات المتنقلة علشان توصل للكرة والنجوع وكل اخواتنا اللي محتاجين. شايفة ان احنا بنعمل عمل عظيم، والتحالف الوطني ده بيعمل خير كبير قوي للناس البسطاء في مصر، والحقيقة يعني الجالية المصرية اللي موجودة في استراليا، انا سافرت مع مؤسسة راعي مصر ان انا بعتبر نفسي فرد منها، انا شفت الحقيقة حب شديد لمصر، إن مهما بعدوا مصر جواهم وعايزين يساعدوا وعايزين يعملوا خير. دور كبير يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في خدمة الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. من مصر عمرو موسى.